هذه الفئه ديال الحمامات راها مضروره، راها مضروره ومضروره بزاف. راه بالنسبه للارباب الحمامات او بالنسبه للمستخدمين في الحمامات راهم ضروريين. حنا كنقول لهم راه حنا عينا، راه حنا عينا السبب ديال هذا الاجتماع كنوجدوا باش نديروا وقفه احتجاجيه. الا ما داروا معنا والو غنديروا وقفه احتجاجيه. راه الصبر ما بقاش فينا. اذا الله يجازيكم بخير ديروا معنا حل، كنطلبوا منكم ديروا معنا حل. ما بقى عندنا ما ناكلوا، ما بقى عندنا باش نخلصوا الكرة، ما بقى عندنا باش نخلصوا الدواء. عندنا الناس مرض بالمرض المزمن، ما عندنا باش نشريو لهم الدواء. واش كتحسوا بينا؟ واش عندكم القلب؟ والا عندكم القلب وحسوا بينا. راه انتم شبعانين وحنا جيعانين، وتشردنا وتشرد اولادنا. حنا كنطلبوا منكم ديروا معنا حل، وكنطلبوا من جلاله الملك محمد السادس يشوفوا هذه الفئه هذه ديال الحمامات راها مضروره بزاف. راه الا كان الكورونا راه كورونا على كل شيء. حنا راه ماشي ضد هاد، ما كايناش كورونا، كاينه كورونا كاينه على القطاعات، كنشوف القطاعات كلهم خدامين، ولكن هذا القطاع ديال الحمام علاش بالضبط هذا القطاع اللي فيه الفئه الهاشه وما عندهمش؟ كاينين الناس الكبار، كاينين عائلات ارملات، وكاين بزاف، وحنا عانينا عام ونص، عام ونص وحنا عانينا. قلنا زعما جا الفرج من عند الله واحد اربع شهور هكاك، قلنا ماشي مشكل الحمد لله، باش ما كان واخا قليل ماشي مشكل. ولكن جاو عاود ثاني وغلقوا وخذوا هاد الاغلاق غير عشوائي، حيت الانسان اللي ما فكرش في الناس ضعفاء راه غير عشوائي. هادشي اللي كنحسبوه حنا، حيت حنا راه ضرينا بزاف، وحنا دايرين تلقيح كاع الفئه ديال الحمامات، راه دايرين تلقيح، والناس كنقولوا لهم ديروا تلقيح. رئيس اتحاد ديال المقاولات والمهن سي مولاي احمد افيلال كنشكروه، خرج بالتصريح ديالو وقال بان حنا راه كنقولوا للناس ديروا تلقيح. حنا هاد الناس درنا تلقيح وكنقول لهم ديروا تلقيح باش نوجدوا ان شاء الله. حنا راه ماشي ضد الدوله، ولكن الدوله خصك هاد الحكومه تشوف فينا حنا. واش هاد الفئه ديال الحمامات هما ماشي مواطنين مغاربه؟ حنا راه مواطنين مغاربه، وكنقولوا عيش الملك حيت الله ينصر وراه ملكنا، ولكن راه تضرينا، راه ما عندنا باش نخلصوا الكره، ما عندنا ما ناكلوا. واش ملي كتنوض الصباح باش تجيب لولادك الفطور ما عندكش؟ باش كتحس؟ غير واحد فيهم يكون بحالنا حنا يحس بهاد الناس مساك اللي ما عندهمش. راه خويا تضرينا، راه ما خرجنا نهضروا، راه حتى تضرينا. والله ينصر سيدنا.